تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في وصف عباد الرحمن: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. فجدير بنا إذا ذكرنا بآيات ربنا أن نتدبرها وأن نتأملها. وقد قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فجدير بنا أن نتدبر كتاب ربنا. مع بعض الآيات من سورة السجدة، تلك التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في فجر يوم الجمعة في الركعة الأولى، يقول تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. هذه سجدة من السجدات المتفق عليها من كتاب الله عز وجل، وإن كان هناك بعض الاختلاف في السجدة بها في الصلاة من عدمها، لكن على أي حال ربنا بيّن صفات أقوام، بيّن صفات المؤمنين بآياته سبحانه. قال: الذين إذا ذكروا بآياتنا خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. ومن أعمالهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ففي الليالي الباردة، والنوم حبيب إلى النفس والنفس طواقة إليه، يهجرون الفرش ويقومون مع حبهم ورغبتهم للنوم، لكن يؤثرون مرضاة الله سبحانه وتعالى على هوى النفس. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يقومون من على السرر ينهضون، يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوفا مما عنده من العذاب الأليم، وطمعا في جنته، خوفا من عذابه وطمعا في ثوابه وجنته. يدعون ربهم خوفا وطمعا، هذا شأنهم في الليل، يدعون ربهم خوفا وطمعا، كما قال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كما قال تعالى: الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. فهذا شأن أهل الإيمان، شأن أهل التقى قيام الليل. تتجافى جنوبهم عن المضاجع ومع ذلك يدعون ربهم خوفا مما عندهم من العقاب وطمعا في جنته وثوابه، يدعون ربهم رغبا ورهبا. قال تعالى مبينا حالهم أيضا: فأمرهم ليس بقاصر على صلاح أنفسهم وإصلاحها، إنما أيضا نفعهم متعدي واصل للعباد. ومما رزقناهم ينفقون، ومما رزقناهم ينفقون. فبذل وعطاء، بذل وعطاء، وجود وسخاء،
مع البيتوتة لله عز وجل ما بين القيام والسجود. أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. يا أهل الإسلام، يا أهل الإسلام، أعرضوا أنفسكم على كتاب الله، أعرضوا أنفسكم على سنة رسول الله، أعرضوا أفعالكم على أفعال الصالحين، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وإضافة، خيرهم واصل للناس، بذلهم واصل للناس، ومما رزقناهم ينفقون. فما جزاء هؤلاء وما ثواب هؤلاء؟ قال تعالى: فلا تعلم نفس، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. في الحديث القدسي ربي يقول، وأمعن النظر في هذه الأحاديث وهذه البلاغة المنقطعة النظير: أعددت لعبادي الصالحين. أعددت لهم ماذا يا ربي؟ أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أشياء أعدها الله لكم يا أهل الإيمان لم ترها عين في الدنيا ولم تسمع بها أذن أبدا ولم تمر على القلب حتى. يعني قد يمر على قلبي أنني مثلا لي قصر شاهق في ملايين، في إماء، في عبيد، في ذهب، في هذا، ولا خطر على قلب بشر. فالذي أعده الله للعباد الصالحين كما قال ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما المطلوب منك عمله؟ ما ليس ثم شيء كبير، تقوى الله ثم تقوم من الليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، بذل يسير، قيام من الليل، استغفار ودعاء، قلب نقي. مقابل ماذا؟ مقابل ما لا يتصور، ما لم يخطر على قلب بشر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه: يؤتى بأبأس رجل كان في الدنيا فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له: يا ابن آدم، هل وجدت بؤسا في حياتك قط؟ قل: لا والله يا ربي ما وجدت بؤسا في حياتي قط. ويؤتى بأنعم رجل في الدنيا فيصبغ صبغة في النار فيقال: هل وجدت نعيما في حياتك قط؟ قل: لا والله يا ربي ما وجدت نعيما في حياتي قط. يا أهل الإسلام عقلوا، المطلوب منكم شيء يسير والأجر لا يتصور، ما خطر على قلب بشر. قد تعجب بفيلا على البحر، قد تعجب بقصر لملك، وتمشي السيارة 5 كيلو تقول الصرمة انتهى. كل هذا لا يذكر في أنملة من نعيم الآخرة. النبي يقول في الحور العين: ولا نصيفها من فوق رأسها الخمار، لا نصيفها من فوق رأسها خير من الدنيا وما فيها. لو اطلعت على الدنيا ريحها يملأ الدنيا طيبا كما قال رسول الله. المطلوب منكم قليل، والله رحيم والله غفور، والأجور لا تتخيل ولا تتصور. استوقفني الحديث: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جعلنا الله وإياكم من هؤلاء الذين وسمهم الله بقوله عبادي الصالحين،
أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جعلنا الله إياكم من الذين قال الله فيهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، من الذين قال الله فيهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. اللهم آمين، اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يكرمك، الله يكرمك، جزاك الله خير. الفضل ثم لك يا شيخ محمود، دائما تذكرنا بالله. السلام عليكم.